طيب دكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعه. سياده الوزير اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ وائل. سياده الوزير امبارح كان يعني معايا يعني بعض الشخصيات التي ذهبت لمقابله رئيس الحكومه المكلف المهندس ابراهيم محلب قبل تكليفك، يحذروه من اعاده ترشيح الدكتور ايمن ابو حديد وزيرا للزراعه، وقالوا له انه هذا الرجل دمر الزراعه بالاضافه الى انه يقيم علاقات تطبيع مع اسرائيل، بالاضافه الى انه يطلق وعودا وهميه ولا يتم تنفيذها. تعليق حضرتك؟ ما فيش تعليق. كل ده، كل هذه الاتهامات وما فيش تعليق؟ هعلق على ايه؟ التطبيع مع اسرائيل ازاي؟ انا مش فاهم. اولا واحده من الوثائق اللي مقدمينها حاجه مكتوبه بلغه انجليزيه اسمها الترجمه بتاعتها عباره عن كتاب عن الاداره الزراعيه الجيده للمحاصيل في الصوب، وقايم بيها اللي نشره منظمه الاغذيه والزراعه، واللي مشارك فيه ما فيهوش انسان من البلد المذكوره. وبالرغم من كده عنوان الوثيقه هو تعاون علمي مع اسرائيل. بص اقول لحضرتك حاجه، ده كلام فارغ. خلينا نبص ما تخلينا استاذ الوزير نتعامل مع اتهامات الخصوم، يعني بلاش اسميها كلام فارغ، اقول هذا هو كلامهم وانا ارد عليه بكذا كذا كذا. يعني لما يبقى الكلام ما فيش عليه دليل، ولما يبقى الاوراق مش عارفه تتكلم، يبقى الواحد يرد على ايه بس يا استاذ وائل؟ هتضيع وقتك. انا رديت عليه 20 مره قبل كده، مش النهارده بس، من الوزاره السابقه. والاجهزه المصريه ما شاء الله عليها عيونها مفتحه قد كده وفاهمه كويس جدا هي بتعمل ايه، وعارفيننا من بره ومن جوه، وبالتالي يعني ببساطه شديده لو ان هذا الكلام كلام له مصداقيه لا يمكن كان يبقى فيه ترشيح للمكان الحساس اللي انا بشكره. طيب انا عايز بس عشان يعني خلي المساله حجه في مواجهه الحجه، هي مش خناقه. هسال بس استاذ فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين. اقول لك حاجه يا استاذ فريد. بعد اذنك استاذ وائل، بعد اذنك يا سياده الوزير. انا بعد اذنك ما عنديش الوقت اني اقول الحجه بالحجه. لازم يبقى عندنا الوقت يا سياده الوزير، يعني جزء من دور الاعلام هو اذا انت مؤمن بدور الاعلام يبقى علينا ان يكون لدينا الوقت لنفند الاتهامات ونرد على غضب البعض. لماذا يغضب البعض؟ يعني خلي حضرتك معايا بس اسمع استاذ فريد.